من هنا ومن هذا الملعب، ملعب نادي الشباب. يريد القادسية أن يعود لسكة الانتصارات من جديد. هو النادي الوحيد في الكويت لم يخسر في الدوري ولم يخسر كذلك في كأس ولي العهد. أي نعم، كان الانتصار صعبا من أمام الفحيحي. محمد إبراهيم في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها القادسية اليوم، وهذا من يدخل اللقاء اليوم ليصنع ذلك التوازن، ليعيد الهيبة القادسية. هنا النصاري وهنا حكم المباراة يطالع ساعته، يوزن الوقت مع طبعا مراقب المباراة. الانطلاق درج القادسية كان، ونادرا ما يغيب جمهور القادسية. جمهور الملكي غيابه مؤثر، وجمهور الملكي هو من يعطي كرة القدم هنا في الكويت حلاوتها وجمالها، مثل ما يفعل جمهور العربي، مثل ما يفعل كذلك جمهور الكويت. تنطلق صافرة شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام، وخيارات مدربي الفريقين. محمد إبراهيم يدخل التشكيلة اليوم في حراسة المرمى، علي جراق في خط الدفاع من اليمين، راشد الدوسري، خالد إبراهيم، وبجانبه يوسف الحقان، عبد العزيز نصاري في خط الوسط، يتواجد محمد خليل، جي بولا ومبارك الفنيني، وفي خط المقدمة عيد الرشيدي، يوسف بن سودة وبدر المطوع. بينما على الجانب الآخر وتشكيلة المدرب المونتينيغري سلافو في حراس المرمى، يتواجد سعد العنزي في خط خطيرة للقادسية. أول كرة يا سلام، الله، الملكي أصفر له من التاريخ نصيب، أصفر له هذا المدرج، أبدا لا يخيب. بداية قوية، الجنرال عن طريق السودة، يا سودة، وفي ليلة ميلاد الشباب يفرح هذا المدرج الكبير. جول أول، تمريرة جميلة، كنترول داخل المنطقة، ومن ثم ماذا يفنيني ابن سودة. هنا لا يضيع من سجل 13 هدف في الموسم الماضي مع الفحيحيل، هنا يفتتح النتيجة مع القادسية بهدف جميل. بداية قوية، الدقيقة الأولى ما صبروا عليهم، حتى الفرحة ما طالت. يا جماعة، اليوم تاريخ مجيد بالنسبة للشباب. ليلة تأسيس نادي الشباب وفرحتهم، عطوهم دقيقة يفرحون، ومن ثم ياتي هدف بن سودة. نية القادسية، قوة القادسية، رغبة القادسية، وروح لاعبي القادسية من اجل العودة للمنافسة، من اجل الوصول للقمة. اقتربوا منها كثيرا، الفارق نقطة، وبالتالي بانتظار مباريات هذه الجولة، هل يتصدر القادسية يا بدر؟ أنت من شهدت على الكثير من الانتصارات يا بدر المطوع. كرة لصالح الشباب في الجهة اليمنى، تمريرة، جيبولا يتدخل، هنا بدر التقدم بالكرة من الجهة اليسرى، هنا المساحة وتمريرة إلى الجهة اليسرى، هذه خطرة. مبارك الفنيني وبدر المطوع، كيف أن تجتمع المهارة في الجهة اليسرى يا محمد إبراهيم؟ يشرك بدر والفنيني في جهة واحدة، بالتالي ستصبح المعادلة صعبة من الجهة اليمنى. ولكن جيبولا إلى الجهة اليمنى، راشد تمريرة، بن سودة كنترول، الانتظار لبدر المطوع، خطيرة، ولكن هذه بعيدة وتمر إلى خارج الملعب. بداية جميلة لمباراة في شوط أول، في دقائق أولى مثيرة رائعة، افتتحها القادسية بهدف جميل. بالتالي نحن على طبعا انتظار لدقائق ممتعة في هذه المباراة. الشباب الذي طبعا مع سلافو يتطور كثيرا في هذا الموسم،
بالتالي الشباب الذي طبعا أنهى الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى متصدرا حاصلا على اللقب قبل نهاية الدوري بخمس جولات، بالتالي في هذا الموسم انتصارين متتاليين في الدوري وانتصار كبير في كأس ولي العهد وثمانية أهداف في مباراتين يا سلافو، ومع إبراهيم أجاي وعمر وادي في خط المقدمة، بالتالي الشباب لن يكون صيدا سهلا، ولكن القادسية لم يمهله طويلا، بالتالي القادسية يريد أن يبطل كل المفاجآت. يا سلام يا سلام يا سلام على مرور ومهارة كبيرة وكرة عرضية لكنها تمر. اليوم مبارك الاثنين متسلطن، شوف الكرة وشوف التقدم والكرة العرضية ولكنها إلى خارج الملعب بعدما أن اصطدمت في هذا المدافع. اليوم غياب مامي ساهر عن دفاع فريق الشباب يبدو لي أنه سيكون الأكثر تأثيرا، يعني الحديث كان عن غياب محمد الصولح هداف القادسية وغياب كذلك إبراهيم التاندي وغياب المدافع سيرجيو، ولكن حتى الآن من يتأثر بالغياب هو الشباب، غياب مامي ساهر المدافع السنغالي، وبالتالي القادسية تقدم حتى الآن بهدف مقابل شيء، رمية جانبية ولصالح القادسية من الجهة اليسرى. بارك الاثنين يتركها لعبد العزيز نصاري وبدر المطوع في كرة تمر إلى خارج الملعب ورمية جانبية في تاريخ لقاء جاهد. يعني بما أن اليوم نتكلم عن تاريخ تأسيس نادي الشباب، الشباب انتظر 55 عاما حتى يستطيع أن يفوز على القادسية. أول فوز للشباب على القادسية كان في موسم 2019 بنتيجة 1-0، الهدف اللي سجله علي مصطفى اللي يغيب عن مباراة اليوم بداعي الإصابة كذلك في تشكيلة فريق الشباب. خطأ لصالح القادسية في أو لصالح الشباب في الجهة اليمنى، وعلى نصاري الظهير الأيسر في صفوف المباريات 6 أهداف مع نادي الشباب. إبراهيم الجاي السنغالي الخطير 3 أهداف في مباراة اليرموك في كأس ولي العهد، واللاعب اللي إذا ما وجد المساحة سيكون خطيرا، وهو سيجد المساحة خاصة وأن القادسية يهاجم بضراوة. الكرة فيها تمريرة إلى الجهة اليسرى ولصالح الشباب الآن التقدم وفي ملعب الشباب، والشباب يريد عن طريق سيسي التمرير ولكن جيبولا لتعود مرة أخرى شبابية في وسط الملعب. التمريرات جميلة وتمركز لاعبي الشباب، الصبر موجود والوادي يتقدم، عمر يحاول بالكرة ولكن أين يقف بدر المطوع؟ الأدوار الدفاعية وعودة القائد والخطأ لصالح الشباب الآن. شوف الكرة ومرور عمر وادي في اللقطة الماضية والاشتراك اللي كان مع بدر المطوع، بالتالي الخطأ لصالح الشباب قريب من مرمى القادسية. وهنا علي جراك من تألق في مباراة كأس ولي العهد من أمام الفحيحين وتصدى لركلتي ترجيح علي جراك 27 سنة اللاعب اللي بدأ مع العربي، وكرة تسديدة وعلي جراك يتدخل ولكن إلى خارج الملعب. كانت خطرة الكرة ارتطمت بالأرض ومن ثم علي جراك شوف الكرة وعدت وراحت إلى خارج الملعب. هل مرت الكرة؟ هل تخطت خط المرمى؟ لا، علي كان حاميها.